المزيد من التفاصيل حول أداء الدولار الأمريكي وأيضا سلم من العملات مع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث طبعا عن التطورات بحسب آخر البيانات. أهلا وسهلا بك أماني، هل تسمعينني؟ صباح الخير. أهلا وسهلا بك. يعني لنستعرض أداء الدولار اليوم، الكثير من يعني الأجواء التي تسود يمكن الضغوط على الدولار حتى هذه اللحظة، استفاد منها بعض العملات الأجنبية على رأسها اليورو، ولكن أهم العوامل التي ساهمت في هذا الاستقرار السلبي لنقول أو بعض الضغوط التي يشهدها الدولار. بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي أو لقيمة الدولار الأمريكي، فهي بدأت بالفعل في التراجع منذ بيانات أو صدور بيانات التضخم الأخيرة، والتي أكدت يعني على أن الفيدرالي الأمريكي بدأ في النجاح في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار التي يعني وصلت كانت لأعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي، 4 شهور متتالية من تباطؤ نمو التضخم، وهو ما تسبب في نوع ما يعني توقعات أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيف وتيرة التشديد النقدي في 2023، وبالتالي هذا الأمر تسبب نوعا ما في تراجع الدولار الأمريكي مع زيادة توقعات أو تسعير الأسواق طبقا لأدات السي ام اي جروب لرفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط، يعني بحوالي 80 و85%. ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن يعني مع بداية الأسبوع عادت توقعات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، يعني تزداد مرة أخرى، وهذا الأمر تسبب نوعا ما في تخبط في تداولات مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية، يستقر الآن عند مستويات 106، حيث أصبح المستثمرون ينتظروا بشكل أكبر البيانات الاقتصادية، وأيضا محضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره مساء اليوم. نعم. يعني محضر اجتماع الفيدرالي لو أثبت بالفعل أن البنك قد يبدأ في تخفيف وتيرة التشديد النقدي، فقد نرى بالفعل أن الدولار الأمريكي قد يعود للتراجع من جديد، حيث ننتظر أي علامات أو دلائل على يعني تشديد أو وتيرة التشديد النقدي في 2023. أيضا علينا الوضع، ولكن كان هناك يمكن أماني عندما نتحدث يمكن عن آخر المعطيات التي وردت أو ترشحت بالمينتس أوف ميتنج كما يقال بالنسبة للفيدرالي، كان هناك من الواضح التشبث ب يعني ارتفاع نسبة الفائدة، ومما انعكس بشكل أو بآخر على الأسواق يعني. فهل ترين أنه اللغة أو اللهجة بالنسبة للفدرالي تغيرت في التعامل مع الأسواق أو حتى في التشديد ل يعني التعامل مع الأسواق وحتى التضخم ومواجهة التضخم؟ بالفعل يعني لهجة الفيدرالي الأمريكي لم تتغير منذ شهر مارس الماضي حين يؤكد على استمرار ارتفاع التضخم واستمرار يعني ارتفاع الأسعار يضغط على الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، حتى لو كان لهذا الأمر تداعيات سلبية على المدى القصير على الاقتصاد الأمريكي، ولكن حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق كانت مجرد يعني استعداد المستثمرين لأي عمليات بيعية على الدولار الأمريكي ويعني شراء أي سلع أو عملة مقابل الدولار. ولكن في واقع الأمر يعني حتى الآن بعد تصريحات أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن البنك اللي قد يستمر في رفع الفائدة بوتيرة قوية، خاصة وأنه على الرغم من تباطؤ نمو التضخم 4 شهور متتالية، ولكنه لا يزال مستقرا عند 7.7%، وهو بعيدا جدا عن المستويات يعني المحددة من قبل البنك عند 2%. وبالتالي الترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أو اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل قد يكون يعني العامل الأكبر أو قد يكون الفيصل في تحركات الدولار الأمريكي. أيضا يعني الترقب لبيانات اقتصادية هامة سواء قطاع التصنيع أو القطاع الخدمي قد تؤثر على تداولات الدولار الأمريكي خلال اليوم مقابل أغلب العملات، حيث أن أي علامات على استمرار يعني تباطؤ تلك القطاعات أو معاناة القطاعات من رفع الفائدة قد يضغط على الدولار الأمريكي. ولكن طبعا يعني العامل الأكبر أو الفيصل سيكون في محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم. نعم، بشكل سريع أماني إذا يعني سمحتي لي، فيما يخص الجنيه الإسترليني أيضا هناك توقعات برفع لأسعار الفائدة، كيف سترين تعامل الجنيه الإسترليني خاصة مع المستويات الغير مسبوقة بالنسبة لأرقام التضخم في المملكة المتحدة؟
بنك انجلترا كان من اوائل البنوك المركزيه التي اتبعت سياسه التجديد النقدي ورفع الفائده بقوه، ولكن على الرغم من رفع الفائده من اول اجتماع منذ يعني بدايه 2022 الا ان بنك انجلترا لا يزال يفشل في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار. فاذا قارنا الولايات المتحده على الاقل هناك تباطؤ في وتيره نمو التضخم، ولكن على الجانب الاخر بيانات التضخم في بريطانيا كل شهر تؤكد على استمرار يعني الضغوطات التي يعاني منها بنك انجلترا، حيث ان يعني العوامل الجيوسياسيه او التوترات الجيوسياسيه التي تعاني طبعا منها المنطقه ويعني نقص امدادات الطاقه تتسبب في ارتفاع اسعار السلع، وقد لا يكون هناك مفر امام بنك انجلترا الا بالاستمرار في رفع الفائده حتى لو كان لهذا الامر يعني تداعيات سلبيه على اغلب القطاعات وركود او انكماش الاقتصاد البريطاني. شكرا اماني رشيد، محلله اسواق ماليه من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.